الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والشكر له على أنعامه وأفضاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع من والاه. أما بعد، المسلمون الكرام، جاء في مستدرك الحاكم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، وهي قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، والثانية قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، والثالثة قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والرابعة قوله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، والخامسة قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه الآيات الخمس أيها المسلمون الكرام، وفي اختيارها تدل على فقه هذا الصحابي الجليل والفهم العظيم الذي أوتيه للقرآن، لأن هذه الآيات أيها المسلمون عباد الله اشتملت على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وعلى كمال عدله مع المخلوقين، وعلى تمام عفوه لعباده الصالحين. أولها قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لو عملت أنت حسنة أو عملت سيئة، تلقى يوم القيامة السيئة واحدة فقط لا تزال، وما يكتب عليك أي عمل سيء أنت ما عملت. لا تزر وازرة وزر أخرى، ما يضاف لك عمل بتاع زول ثاني، وما يزاد عليك ولا يضخم العمل السيء أبدا. وإنت لو عملت الحسنات تضاعف، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. السيئة سيئة واحدة، شوفوا الرحمة دي كيف يا أخوان، والحسنات تضاعف للعبد يوم القيامة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
قال عليه الصلاة والسلام ما تصدق عبد بصدقة إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. زي ولد الفرس لما انت تربيه ربنا بيربي لك الصدقة تلقاه يوم القيامة كبيرة، أما السيئة يا هذاك ما في زيادة. هذه الأولى. الثانية قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني يا عبد الله يا مسلم أبعد نفسك من الكبائر، الشرك، السحر، قتل النفس، أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات، الكذب، الخيانة، السرقة، شرب الخمر، دي كبائر. وغير أي ذنب، في وعيد، في حرمان من الجنة، في دخول النار، في حد من الحدود، دي كبائر. بس قال لك خليها. نكفر عنكم سيئات. الذنوب الصغيرة الثانية، نظرت لك نظرة حرام، قلت لك كلمة حرام، كويس؟ اتأخرت من العمل، قصرت في واجبك، عملت أي شيء من المحرمات دون الكبائر، ربنا بيغفر لك باجتناب الكبائر. رحمة عظيمة. وأعظم منها الثالثة، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قابلت ربك يوم القيامة بذنوب كثيرة جدا، أعمال كثيرة ما خليت حاجة ما عملتها من الذنوب، لكن قابلت ربك وأنت نظيف في العقيدة، في التوحيد نظيف، ما عندك شرك بالله سبحانه وتعالى، لم تجيب على حيلك تدعو الفقراء والصالحين، ولا لما يحصل لك شدة بتمشي القبور وتنده الموتى، ولا لما رزقك يقل ما بتمشي تجيب لك ورقة من الفقير تربطها في الدكان ولا تعلق صورة بتاعت شيخ عشان تجيب البركة والرزق، ما بتمشي تتعامل مع السحر السحرة والكهنة والمحتالين عشان يفرقوا بين الأزواج، ولا عشان يحببوا لك مرة انت دائرة، ولا غيرها من الأغراض. قابلت ربك توكلك على الله واعتمادك عليه ولجوءك إليه في السراء وفي الضراء، ربك واحد بتدعوه ما عند غيره سبحانه وتعالى. قابلت نظيف، ربنا قال لك يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا سلام، بالله شوف الرحمة دي كيف. بس تقابل ربك في العقيدة نظيف، ما عندك مشكلة تانية. يغفر ما دون ذلك من الأعمال. طوب على الإنسان السجلات بتاعت السيئات قدامه، ده عبد يجيبه يوم القيامة سجلات السيئات، 99 سجل دي مليانة ذنوب ومعاصي، إجرام، طلقة، شيك، طاير، لعب بالدنيا دي كلها، شرب الخمر، عربد، عمل معاصي كثيرة جدا. لكن مع ده لما قابل ربنا نشروا له السجلات بتاعت السيئات دي كلها، قال له بتنكر حاجة منها؟ قال ما بنكر، كلها عملتها، عملتها كلها. قالوا له إنك عندنا لا تظلم، ظلم ما في، يطلع له بطاقة فيها التوحيد، توحيد نظيف، ما في أي لحظة ما بتعشيه، طلعوا له بطاقة فيها لا إله إلا الله، توحيد خالص، ها؟ فوضعت البطاقة في كفة، والسجلات ال 99 في كفة الثانية بتاعت الميزان، فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله. بس دي المشكلة هنا، المشرك ده ما عنده أي حاجة ثانية. ربنا ذكر في القرآن 18 رسول، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق
ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومش براهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واتبعناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم 18 رسول معهم ذريتهم وإخوانهم وأزواجهم دل كلهم ربنا قال بعدهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. عشان كده الآية دي عظيمة يا إخواننا، نمسك في التوحيد تمام وننظفه، وما في زول يقول لك اتعلمت تاني ما تتعلم، نتعلم تاني وتاني نتعلم لما نموت، عشان نلاقي ربنا وآخر كلمة نقولها لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ما في نقاش ثاني، بس تكون آخر كلمة، لكن لو ما عشت عليها ما بتقولها، لأن ربنا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضر الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الرابعة قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لوجدوا الله توابا رحيما. الآية دي فيها إن الإنسان لو جل النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له، وانتبهوا هذه خاصة بمن أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ممكن أمشي له والليلة أقول لا استغفر لي، لأنه هو في قبره الشريف عليه الصلاة والسلام لا يستغفر لأحد، إنما يبلغه السلام وتبلغه الصلاة. لكن عندنا من الجهلة اللي بيمشي للنبي صلى الله عليه وسلم الآن ويقول له استغفر لي، أو يدعو ربنا عند القبر، لا يا أخوانا ده ما مشروع وما عمل الصحابة، لكن ده كان مشروع للناس اللي حضروا حياته يمشوا له يقول له استغفر لنا ذنوبنا، وهو يدعو لهم ربنا يغفر لهم. لكن الآن نحن ندعو ربنا مباشرة. الآية البعدية الخامسة قال ومن يعمل سوءا أي سوء ثم يستغفر الله، ترجع إلى ربك وتستغفر، لوجد الله توابا رحيما. يا أخواننا في رحمة من كده نغلط مع ربنا حياتنا كلها. لو أنت في آخر لحظات رجعت لربنا وتبت، الله بيغفر لك الفات ده كله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كبير قد سقط حاجباه من الكبر، زول لما نكبر الحواجبين ديل الجفون بتاعتهم بتكتر وبينزل في العيون، خلاص كبر ده، شوف مع العمر ده كله. قال يا رسول الله ما تركت شاردة ولا واردة إلا أتيتها، أي حرام الله حرمه أنا سويته؟ قال فهل من توبة؟ في طريقة ثانية ولا ما في؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربنا بيقبلك وما يستفزك الشيطان ويثبطك، أرجع لي الله وربنا بيقبلك مهما كنت. أسأل الله تعالى لي ولكم رحمة واسعة ومغفرة تامة وعتقا من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وقوموا إلى الصلاة ارحمكم.